كيف حالك؟ أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال اللي غادي نخصوها اليوم للحديث على بعض المشاكل اللي تنشب ما بين الأباء والأبناء ديالهم أو للبنات والأمهات ديالهم أو للبنات والأباء، يعني مشاكل هكذا اللي تتكون ما بين الوالدين والأبناء واللي في بعض الأحيان كيتعذر الصلح فيها، فكيضطروا أنه يعني يلتجؤوا لشخص ثالث اللي كنسميوه الوسيط. فاحنا على هذا الوسيط وشنو هو الدور ديالو، علاش غادي نتكلم اليوم مع الدكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور عبد الهادي. هذا يعني مساله الوساطه في او اللي تنسموا حنا ندخلوا بخيط ابيض ما بين الناس، نصالحوا بين جوج ديال الناس، تنعرفوا طبعا هي في يعني متداوله في مجموعه ديال المشاكل هكذا اللي تتكون في العلاقات ما بين الناس، ولكن ما بين الاباء والامهات او ما بين الاباء وليداتهم ولا الامهات ووليداتهم، واش هذاك الوسيط تيخصو يكون عنده واحد مهارات معينه، واحد الكفاءات معينه؟ نعم، ماشي اي واحد ممكن انه يدير الوساطه، خاصه بين الاباء والامهات والوليدات ديالهم. علاش؟ لان اولا علاش بعد هاد الاباء والامهات كيحتاجوا لشخص ثالث؟ لانهم هما كيكونوا مندفعين عاطفيا بواحد الشكل كبير، كتغيب عليهم الحقيقه الكامله في كثير من الاحيان، كيكونوا هما جزء من المشكل. ثم ان هذاك الانتقال ديال الاطفال ديالهم من مرحله الطفوله الى مرحله المراهقه، يعني بحال واحد الخريطه كتولي مختلفه تماما، ما كيبقاوش عارفين انهم كيفاش كيتعاملوا معها. ثم ديك الطبيعه الرفضيه للمراهقين، يعني كتكون عندهم واحد الطريقه رفضيه عنيفه، صعب المأمورية على الأب والأم أنه هما يقدروا أنهم يتفاوضوا مع الوليدات ديالهم. نعم. ويوصلوا لواحد الحل اللي هو مشترك، وبالتالي فكيحتاجوا لشخص آخر. هذاك الشخص الآخر إلا ما كانوش فيه مجموعة ديال الصفات فأكيد بأنه ما يقدرش انه يقوم بهذه الوساطه. نعم، اليوم سي عبد الهادي هذه لا ميدياسيون او الوساطه ولينا يعني تلقاو ناس اللي عندهم هذا التخصص هذا، واش يعني تاخذوا معين الاعتبار مثلا هذا القرب، لان احنا اختارينا اليوم بالذات نتكلموا على العلاقه المتوتره ما بين الاب والابن او الام والابن، لان من الحالات الخاصه واللي صعيب يدخلوا فيها، وكيف ما تنقول شويه انتيم، يعني ما تبغوش الناس يخرجوها يعلنوا عليها. واش هذا الوسيط هذا تتكون عنده درايه كافيه باش حتى ديك الامور اللي تتكون في العائلة تبقى غير هكذاك وسط العائلة وما تزيدش تكبر؟ أكيد، لأن الوسيط أول شيء بعدا هو عنده دور استعلاماتي إن لم أقل استخباراتي. نعم. أكثر منه يعني جمع المعلومات، هذا واحد الدور اللي أكيد سي لانسبكسيون، أكيد هذا واحد الدور اللي هو كبير بزاف كيخصو يقوم به، بالإضافة للأدوات ديال علوم النفس. نعم. وديال التواصل وديال الإقناع اللي خصها تكون في الجعبة ديالو. وبالتالي فالدور ديالو الكبير فين كيتجلى؟ كيتجلى أنه رد الاعتبار لهذاك المراهق اللي ربما ما كيعتبر بان حتى واحد ما كيفهمو. نعم. مع حفظ الصوره وماء الوجه ديال الكبار ديال. نعم. الابوين، باش ما يخليش ان هادو لا راهم كيبانوا في الاخير بانهم راهم بحال الا ماقاموش بالدور ديالهم، او انهم خضعوا لواحد الامر ديال هذاك المراهق. نعم. فغالبا كيكون المشاكل كتكون في هذا الاتجاه، يعني الاب والام الاب والام عندهم ان ايغو، كيقول لك اودي فوالا انا هذاك الدري الصغير ما غاديش هو يفرض عليا اشنو بغيت. هذاك الدري يعاني، ولكن حتى واحد ما قادر انه يعرف بالضبط مناش كيعاني وشنو هي الحلول، لان في كثير من الاحيان المراهق كيجيب لنا بواحد الطلب. نعم. شحال من الاسر مثلا كنلقاو بان هذاك المراهق كيقول لهم الا ما شريتوش ليا موطور ما نقراش. كنجيو ملي كنحللوا، ملي كنسمعوا ليه، ملي كنعرفوا بالضبط علاش بغى يشري هذاك الموطور، كنقدروا كنعوضوه ليه باشياء اخرى. نعم. اللي هي في المتناول ديال الاب والام. نعم. احنا حفظنا ديك ليماج دو سوا ديال الاب والام، وفي نفس الوقت لبينا واحد الغايه ماشي الهدف. الهدف او الوسيله ديالو كانت هي ذاك لاموطو. نعم. ولكن ملي عرفنا الغايه من وراء هذيك لاموطو ولبيناها، فهذاك الطفل او هذاك المراهق يتحرر. نعم. من هذيك الرغبه ديالو في اقتناء هذيك الدراجه. فهنا فين كيبان الدور ديال هذا المحاور او الوسيط اللي كيدخل واحد العائله، ومن طبيعه الحال كيخصو يتميز كذلك بهذيك لا كونفيدونسياليتي. نعم. بما انها مهنه، يعني انها نعم بما انها مهنه، فالشخص اللي ما عندوش هذه اللياقه هذه وما عندوش هذه الكفايات وما عندوش هذه المهارات. نعم. اكيد انه ما غادي يلتجئ ليه الا. نعم. قليل من الناس. هي او مساله اخرى يعني اللي كتطرح في البال، ربما الموضوع حتى احنا اول مره كنتكلموا عليه. نعم. واش الاسر تتكون على علم
العلم مثلا بهذه المساله هذه، لان يعني اوتخمون دي شكون هي الاسر اللي تتمشي عند وسيط؟ حنا تنعرفوا انهم يتوقع مشاكل هكذا في الاسره تخليوا بيناتهم، حتى الا دخل شي واحد نعم. كيدخل العم ولا الخال ولا هذا، وماشي في كل شي الحالات نعم. غالبا كتلقى في بعض الاحيان الاسره كتكسر لانهم ما بغاو يدخلوا حتى شي واحد في شغالهم. شكون هما الاسر اللي تلجؤوا لا ميدياسيون عند هاد الناس اللي كيقوموا بالوساطه؟ فباش نكون معك صريحه عزيزه، هاد المهنه ديال الوسيط العائلي داخل بين الابوين، ماشي القانوني تنتكلموا حنا فقط، لا للاصلاح ذات نعم البين. نعم للاصلاح ذات البين. يعني غالبا الابوين يعني يعني لا يراعون الى ذلك، ما كيعطيوش واحد الاهتمام كبير. فكنلقاو بان المراهق هو اللي كيقلب على شكون اللي يتدخل ليه. نعم. ملي كيطالبوا الابوين بالتدخل كيمشيو عند شي واحد اللي هو من العائله. ولكن حاليا مع انتشار هذا المفهوم ديال لو كوتشين وديال المصاحبه، فولاو مجموعه ديال الاباء كيلجؤوا لمصاحب او مرافق دراسي او مرافق نفسي اللي كيحاول انه يقوم هو بالدور ديال الوساطه. ممكن اي كوتش يدير هذه الوساطه؟ لا ماشي ممكن، لان بالفعل ان لو كوتش كتكون عنده مجموعه ديال المهارات كالانصات، ولكن ما عندوش مهاره ديال انه مثلا الانتقال الى البيت، لان في كثير من الحالات ديال الوساطه الوسيط كينتقل الى البيت. نعطيك مثال، في بعض الحالات اللي هي مستعصيه كتتصل واحد الام اللي كتقول لك انا بنتي سد عليها مثلا في المرحاض، هذه ساعه ما بغاتش تخرج. فهنا كيخص انتقال الى البيت. او ان مثلا واحد الطفل سد عليه البيت ديالو، مراهق غالبا يعني الاشياء اللي كتوردنا من 11 سنه لفوق. يعني واحد المراهق اللي هو سد عليه الغرفه ديالو ويهدد اما بالتعاطي الممنوعات او الانتحار. نعم. فهنا كيبغي ان الانسان انه ينتقل الى البيت من اجل المفاوضه، من اجل الحوار، من اجل، والتجربة هنا كتلعب دور كبير. يعني أن هذا المؤد الوسيط يعني لما كانوش عنده تجارب كثيرة وأنه حاول أنه يحلها وعنده واحد الخزان من الحلول اللي ساعدته التجربة ديالو فيها، أنه بالفعل كيكون مستعصي عليه أنه يوصل الحلول اللي هي مرضية. وغالبا أن في مهنة ديال الوسيط يعني نبدأها من الأزمة، نبدأها من البيت، ولكن كنكملوها في المكتب ديال الاستشارات، كنكملوها. يعني مستحبه هذه المساله انهم يخرجوا من ذاك المكان اللي فيه الازمه؟ نعم، لان من بعد، لان غير الفو خاص الانسان غير يحل هذيك العقده اللي هي كتكون في هذيك اللحظه اللي من الممكن انها تعطينا واحد المشكل كبير. بعد ذلك كتولي استشاره نفسيه عامه عاديه. يعني ممكن التتبع ديالها على مراحل. بعض الاحيان حنا كنعرفوا ان الاباء هما اللي ما تيبغيوش يمشيو، يعني قد ماشي بحال المراهقين، ولا اون فوا كيمشيو تيعرفوا بان هذيك المساله يعني راه غتنفعهم عاده باش كيستمروا مثلا هكذا في الاستشاره النفسيه. هو الخوف، يعني هاد الابوين كيخافوا مثلا من انه واحد الاستشاري نفسي او واحد الوسيط ما يراعيش الجانب ديالهم هما كابوين، ما يراعيش القيمه ديالهم. عندنا احنا تقاليد سي عبد الهادي، وعندنا السخط والرضا، وعندنا هاد المسائل هذه مازال يعني كتخد بزاف بعين الاعتبار. وخصنا ناخذوها بعين الاعتبار اكيد. يعني ما يمكنش انك غادي تكسر واحد الجانب اللي هو عندنا ثقافي من اجل اصلاح واحد الشيء اللي هو عرضي. يعني ممكن ان غدا غادي ما يبقاش المشكل، ولكن غادي يبقى دائما الجانب الاخر مكسر. نعم. ناخذ الان مكالمه لهذه يعني لهذه الحلقه هذه ديال الوسيط من عند هند اللي كتصل بنا مدينه مراكش. الو. عليكم السلام ورحمه الله. هند مرحبا بك. بارك الله فيك اختي مها. الو هند، شنو هو المشكل ديالك؟ تفضلي. كنشكركم على البرنامج. مرحبا لاله، مرحبا. تفضلي. الله يبارك فيك. المشكل اللي عندي هو مع بابا. شحال؟ عام سنة. شحال في عمرك هند؟ هين شحال في عمرك؟ 23 سنة. وعلاش تخاصمتوا هين؟ تقدري تقولي لنا؟ المهم الأسباب عديدة، يعني بزاف مشاغل شوية. بيان سور من صلاحتي، ولكن ما كنتش أنا هذيك الساعة كنعرف، دابا تيقول لي سي تخوطع. يعني باش يصالح معايا ولا لا؟ الوغ شنو كتقصدي مخاصم معاك؟ انت مازال في بيت الاسره كتعيشي مع الاب ديالك؟ لا مزوجه. هكذاك. وشنو يعني ما كتكلميش مع الاب ديالك؟ لا جامي ما كتكلمش مع الاب. ولا تا ابل ولا شي حاجه. شنو المحاولات اللي قمتي بها انت من الاتجاه ديالك، من الجانب ديالك، باش انك تقربي للاب ديالك؟ صالح مع الاب. باش نصالح معاه؟ نعم، باش تقربي ليه على الاقل. في الاخر ما بقيتش ندير حتى شي
والمحاولات الأولى اللي قمتي بها أشنا هي كانت؟ المحاولات الأولى كانت تثبت بأمن ديالي باش يقدر ينعى فوالا، حيتاش ديجا كان دابا مخاتمة ديالنا حنايا كانت طويلة، نعم فحنا عاوتاني تخاتمنا، إنما هذه الأخرى صافي ما كانش عاوتاني تفرحنا كاع. نعم باش ديجا دابا نريد باش دو زون هادي تخاتمنا وتدخل العين ديالي والزوج ديالي، نعم المهم وطاشنا، نعم من بعد عاوتاني وقع مشكلة أخرى ما عاوتاني مرة خليت الدار ما بقيتش كنمشي للدار كاع. الوغ ما فكرتيش في هذه المساله ديال الوسيط ديال ولا ما كنظن ما عمرك ما سمعتي بها انه كاين الناس اللي كيقوموا بالدور ديال الوساطه لاصلاح ذات البين؟ يعني ما فكرتيش من انك من العائله؟ لا من خارج عائله، اخصائي في هذه المساله هذه ما يعني انا ما نقدرش ندير حيت غتكون غيكون كاع نهائيا ما بقيتش يهضر معايا. كذاك هذا الشيء اللي بغيت نوصل ليه، لانه فوالا كاين الناس اللي كيرفضوا انهم يمشيوا عند الوسيط. الوغ تاخذي بعض النصائح من عند الدكتور عبد الهادي القاسمي، وكنشكرك اللي فتحتي لنا قلبك هند، لانه يعني ماشي سهل اننا نتكلموا اقرب الناس لينا هما يعني والدينا واللي ما تيخصناش نقطعوا كلامهم واخا ما عرفاش شنو يكون. أكيد. المهم هند اعلم بالاسباب يعني. نعم. والله تعالى حتى في الكلام ديال هند يعني. نعم. كنسمع كنحسينا بها بان كاين واحد نقدر نقول ندم، نقدر. نعم. نقول واحد حسرة على الوقت كيدوز. نعم. فوالا اكزاكتومون. سي عبد الهادي شنو يعني النصائح؟ وسمعتي كلمه مهمه اللي قالت انه الا مشات حتى يعني لجات الوسيط خرجات هذا الامر العائلي خرجته على نعم يعني الاب اللي عايشوا فيها. شنو النصائح لها؟ فنصيحتي لها وهو ان الاب ديالها خصو يتكلم وخصو يقول على داكشي اللي ضارو. نعم. امامها هي وهي كتسمع، وخاصها تعترف، لان الكبرياء كيف ما شرحتيه في الاول العزيزه بالنسبه للاباء والامهات اللي كيكونوا خاصه كيكون السن ديالهم يعني فيه 50 سنه فما فوق، فكيبغي عنده هذيك القيمه ديال انه يبين لولده بانه راه كان على حق. هذه المساله هذه الا كانت عند الاب ديالها فخصنا ضروري نشبعوا هذه الرغبه ديالو باش انني نبين له بانه راه كنت على حق وانا اخطات. نعم. أنا أخطأت، ولكن هذا الأمر هذا يكون هو ثاني أمر يعني كيجي من بعد الإنصات. نعم. يعني شكون هو الشخص اللي في العائلة اللي ربما غادي يلاقيهم بزوج في واحد المكان معين، واللي غادي الأب اللي غادي يفجر، لأن شنو كاين دابا؟ كاين غضب. كاين غضب اللي هو كاتم على القلب ديال الأب اللي. نعم. كيخلي أنه العلاقة متباعدة بيناتهم، كيبعد هو كيبعد أصلا هذيك. نعم. العلاقة. كاين متنفس واحد انه يخرج هذاك الشيء اللي عنده وانه يعبر لبنته بانه كان على حق وهي تعترف بانه كان خطا. هذه اللي كانت النيه ديالها ان فقط التقارب. نعم. الا ما دارتش هذه الخطوه غادي يبقاو يجيو مشاكل اخرى. نعم. يقدر يسمح ولكن يجيو مشاكل اخرى اللي غادي تبعد. يجي مشكل يفكروا في اللي من بعد، دونك خصهم يمسحوا داك الشيء كله اللي داز، وهذا الشيء هذا كيخص واحد النوع من المصارحه. نعم. اللي كتكون بالتواجد ديالهم بجوج في مكان واحد ويكون شخص اللي هو كيحبوه بجوجهم. نعم. وكنتمناو انه يعني فوالا يتصلح ذات البين ديال الناس كلهم اللي مخاصمين، لانه خصوصا هكذا في العلاقات الاسريه القريبه. نعم. ما خصهاش تكون هذه المساله هذه. سي عبد الهادي مازال غادي نتكلموا على هذا الموضوع، ومازال نسمعوا لكم مشاهدينا ومستمعي البرنامج في الراديو كذلك. اتصلوا بنا، تواصلوا معنا، احكيوا لنا كذلك على هذه المشاكل هذه من هذا النوع هذا اللي كتواجهوها. ربما دكتور عبد الهادي القاسمي يكون معاه الحل، ربما فقط يفتح لكم ياك طريق انكم تفكروا في واحد هكذا حل اللي ممكن ينفعكم. كذلك غادي يكون معنا في العشيه ان شاء الله غتكون معنا اخصائيه في الوساطه، غادي نسمعوها هي كذلك شنو هما التقنيات ديالها، شنو هي الطرق اللي كتقوم بها لاصلاح ذات البين خصوصا في الحالات المستعصيه. فالتحقوا بنا من جوج حتى لاربعه على امواج راديو دوزان بشكل مباشر. الى اللقاء.